السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بالشباب، كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله يبقى عام سعيد عليكم وموفق للجميع يا رب العالمين، ويرفع يا ربنا يا رب هذا البلاء عن بلدنا وبلاد المسلمين والعالم أجمع يا رب، واجمعنا بيكم على خير إن شاء الله. طمن عليكم دايما، أتمنى كانت أجازة موفقة قدرتوا تستغلوها بشكل طيب، وإن شاء الله يبقى الترم ده كده ترم سعيد وموفق ليكم، ويبقى يعني استكمالا للطريق إلى الكارير بتاعك إن شاء الله في المستقبل. فأتمنى للجميع التوفيق. معاكم طبعا أخوك الدكتور أحمد كمال، أنا دكتور في الهندسة الإنشائية، وإن شاء الله معاكم في هذا الكورس. عندنا كورس مهم جدا و من الحاجات الأساسيات الهندسة اللي لازم أي مهندس في أي تخصص حتى لازم يكون دارس هذا الكورس. عندنا كورس الاستاتيك، زي ما احنا عارفين ان الكورس الكود بتاعه جي اي 201، تمام. This course total credit hours 3 credit hours والprerequisite courses you have to finish or you had to finish this course at Physics 103. الكورس عندنا هنعتمد على تكست بوك ظريف جدا لمؤلف اسمه مريم، Engineering Mechanics أو Statics. الكتاب هبعت لكم نسخة منه، كتاب ظريف سهل جدا، اسلوبه بسيط، يعني لغته سهلة، هو تكست بوك للطلبة اساسا، فبالتالي هتلاقي فيه solved examples كتير، هتلاقي فيه problems في اخر كل شابتر، appendix يشرح اي شيء انت محتاجه. فالكتاب فعلا ظريف جدا وسهل، ورسوماته حتى واسلوب اخراجه منمق جدا وجميل جدا. لو بصينا على السيلابس للكورس بتاعنا، احنا عندنا طبعا لقاءين في الاسبوع، عندنا يوم الحد ويوم الخميس. دي ميعاد المحاضرات، هنشوف يا اما هنعمل محاضرات اونلاين حضوريا، او يعني نبدا نسجلها ونعملها على حسب يعني اذا كان المشاكل التقنيه اللي على الويب سايت بتاع البلاك بورد اتحلت ولا لسه. طيب طبعا ده الكورس ديسكريبشن، لو قريناها كده مع بعض: This course provides foundation knowledge with skills and applications which are relevant to subsequent courses in several engineering disciplines. هو بيديك معلومات اساسيه لكل الـ engineering disciplines المختلفة. The subject of statics deals with vector, algebra, equilibrium of particle and rigid bodies في الـ 2 and 3 dimension system of forces. تاني الـ couples والـ coplanar and non-coplanar forces، هنفهم يعني ايه كل الكلام دون. equivalent system forces systems of forces concurrent و non-concurrent forces، free body diagram يعني ايه free body diagram، distributed forces، ال truss، ال frame وال machines، ال cables وهكذا، يعني ايه shear and bending moment diagram، وال friction، ازاي نحسب ال friction. عندنا مجموعة أساسيات زي ما هتشوف، هتلاقي كلها basic knowledge مهمة جدا في تخصصات مختلفة. فبالتالي علم الاستاتيك هو علم أساسي لكل العلوم تقريبا الهندسية، يمكن الكهرباء بعيدة شوية electrical engineering، ولكن برضو محتاج بعض الأشياء فيها. each course should have outcomes or learning outcomes. We need you to able at the end of this course able to discuss the physical meaning of these items
force elements, resultant forces, equilibrium, to understand these words and the meaning of each one. Describe the meaning of centroid, second moment of area, and the moment of inertia, what these expressions means for you. Describe the concept of dry friction, and what about the dynamic friction, and so on. Apply the basic laws of vectors. We will see how to apply this, and apply the equilibrium of forces and moment in two and three dimensional structure. Compute the support reaction, internal forces like in trusses, in beams, in machines, in frames. How construct the internal bending moment diagram and shear force diagrams for beams. كمان محتاجين انك تبقى في نهاية هذا الكورس you can analyze the equilibrium state of sliding bodies under dry friction in the case of static and dynamic friction. وآخر حاجة عندنا calculate the centroid, ازاي تحسب ال second moment of area, ازاي تحسب principle of inertia and for simple and composite geometry. تمام, يبقى دي الايه ال learning outcomes اللي احنا نتمنى ان احنا نوصلها لك في نهاية هذا الكورس, وده اللي احنا بنقيسه في كل اختباراتنا وكل assessment tools احنا بنستعملها اثناء الكورس. طيب, زي ما قلنا ادي التكست بوك بتاعنا موجود لو دورت عليه اونلاين, وانا هبعته لكم على صفحة الموقع او صفحة الكورس بتاعنا على موقع ادمودو. في بعض الكتب برضو المساعدة لو حد عايز يتعمق او يقرأ اكتر او يشوف يعني اسلوب تاني, فاللي عندنا في كتاب اسمه Vector Mechanics for Engineers, في عندنا كتاب اسمه برضو Engineering Mechanics Statics, ده لشيمس, ده برضو مختلف. في هيبلر من اشهر برضو الكتب اللي موجودة, ويعني مشابه شوية للكتاب بتاعنا. طيب هنشوف كده, يعني احنا تقريبا عاملين تصور لتوزيع الكورس على الترم كله. كل ويك محتاجين نعمل فيه ايه بالظبط. انا بعت لك الفايل بتاع السيلابس موجود على صفحة البرنامج الكورس بتاعنا, فبالتالي هنحاول يعني we'll try to follow this schedule as much as we can. السيكونس عامة هنبقى هنحاول مع نهاية كل topic يبقى فيه homework على التوبيك ده, وبعد كده يبقى فيه quiz على هذا التوبيك, بحيث يبقى انت بعد ما خلصت الهومورك حليت عملت practice, تمام, يبقى نعمل evaluation ليه انت فهمت ايه من التوبيك ده, وهكذا. هنبدأ كل هتلاقي كل مع كل topic في homework وفي quiz, في homework وفي quiz. تمام, طيب ده دلوقتي الرمز بتاع الكورس بتاعنا على الموقع مودو. الناس تسجل ويبدأ ينزل لها كل الداتا اللي احنا محتاجينها في الكورس بتاعنا. طيب يبقى عندنا توزيع الدرجات الاسسمنت تاسكس اللي موجودة عندنا, وهنقسمها ازاي. درجات الميت درجة اللي عندنا هنقسمهم ازاي على الاكتيفيتيز والاسسمنت تولز اللي هنستعملها طول هذا الترم. طبعا نظير الوضع الحالي ل كوفيد 19 بانديميك, فاحنا عندنا ميجور او ميد تيرم اكزام, اونلي وان ميجور اكزام وفاينل اكزام. الميجور اكزام هيبقى عليه 30%, تمام, او 30 درجة من اعمال من التوتال جريد عندك, واللي عندنا الفاينل 40%. تمام,
يبقى اتبقى معانا 30% هي دي الأعمال الفصلية اللي احنا هنشتغل عليها، ونحاول نقسمها بين الهوم ووركس والكويزز. يعني أنا بتصور كأننا هنعمل 10 درجات للهوم وورك و20 للكويزز، أو هنشوف الدنيا هتمشي معانا ازاي طول الترم إن شاء الله. تمام. الميجر والفاينل اكزام هيبقوا حضوري، يعني هيبقى هنرتب مع إدارة الكلية، هيبقى في اختبار حضوري في الكلية، الناس هتختبر اختبار ورقي، بينما ال assignments وال homeworks ده هنقدر نحاول نرتبها مع بعض، إذا كانت إزاي هنعمل اختبارات أونلاين قدر الإمكان. تمام. اللي عايز أقوله في بداية هذا الكورس إن الكورس مش سهل وفي نفس الوقت مش صعب، كورس بسيط جدا، ولكن هو الكي اللي فيه يعني مفتاحه هو البراكتس، ان كل ما تحل بايدك كل ما هتقدر تحل وتجيب درجات كويسة جدا جدا في هذا الكورس. ولكن لو تعاملت مع هذا الكورس ان هو اكنه كورس نظري، عمال تقرا بس كده المحاضرات او تقرا الكتاب، وحتى لما يكون في عندك solved example او حاجة وانت بس بتقرا السؤال وبتقرا اجابته، يبقى انت مش هتعرف تعمل حاجة او هتجيب درجات سيئة جدا في هذا الكورس. لازم انت تمسك ورقة وقلم وتحل اسئلتك بنفسك وتحل الهوم وورك بنفسك، وحتى لو عايز تمرن نفسك تشوف solved examples، تخبي الاجابة وتاخد السؤال وتحل وتقارن اجابتك باجابة الانسر بتاع السولفد اكزامبل. هي دي الطريقة الوحيدة اللي تقدر فعلا تجيب درجات كويسة جدا في هذا الكورس، وتستغل انك تتعلم منه معلومات هتفيدك في تخصصك ايا كان التخصص اللي انت فيه. تمام. فمن بداية السنة كده يبقى الواحد فاهم ايه الخطوات اللي المفروض بيمشي عليها، وبناء عليه يقدر يكمل يفهم الكورس ده طبيعته ماشية ازاي ويتعامل على هذا الأساس، عشان ما يفاجأش في الآخر أنا بذاكر يا دكتور وبجيب درجات وحشة، باجي في الامتحان ما بعرفش أحل. ليه ما بتعرفش تحل؟ عشان هذا ده دايما شكوى الطلبة على مدار السنين اللي فاتت. بيجي يبقى محاضر وبيقرأ المحاضرات، بس هو بيقرأ، هو بيتعامل معاها إنها أكنها يعني مجازين، يعني بيتفرج على مجلة ولا بتاع. ما ينفعش. كورس محتاج practice كتير to solve by your hand. تمام. depend on yourself. الموضوع بسيط جدا. المحاضرات هنحاول نبسط الموضوع على قد ما نقدر. تكست بوك كتاب ظريف جدا وسهل، فبالتالي يبقى دورك انت تساعد نفسك كمان معانا. طيب نبتدي النهارده كده مقدمة بسيطة للكورس، وان شاء الله يبقى نكمل مع بعض واحدة. أول حاجة الميكانيكس. الميكانيكس هو العلم العام اللي بيه تحتيه كل العلوم اللي احنا بنتكلم عنها. يبقى الميكانيكس is the physical science which deals with the effect of forces on objects. يبقى تأثير حاجة على حاجة، تأثير force على body معين. ده علم الميكانيكس عامة. تمام؟ يبقى هو بيدرس تأثير الأشياء على بعض، تأثير انت لما بتأثر على حاجة بتعمل لها، بتحط عليها فورس، بتأثر عليها بإفكت معين. طيب الإفكت ده بيجي إزاي، وتأثيره على البادي اللي انت عملت عليه هذا الإفكت إيه. فبالتالي the principle of mechanics are central to research and development in the fields of، عد بقى زي ما انت عايز، يعني انت شوف الفيلدز اللي ايه اللي تأثر معايا علم الميكانيكس ده: vibration, stability, strength of structures and machines، روبوتكس، السبيس كرافت، اللي مش عارف اوتوماتيك كنترول، انجن بيرفورمانس، الفلويد فلو. كل يعني دي بس يعني ايه دي اكزامبلز بس فقط للمجالات اللي يمكن يأثر فيها علم الميكانكس. فبالتالي هو بيزك او برينسيبلز، تمام، مهمة جدا في فيلدز كتيرة جدا. وبالتالي يبقى انت a thorough understanding of this subject is an essential prerequisite for
work in these and many other fields. يبقى دي اساس ان انت لازم تبقى فاهم البرنسبلز دي والعلم ده بشكل كويس. طيب الميكانكس divided into two parts. يمكن نقسم علم الميكانكس لجزئين. اول حاجه اللي هو الاستاتيك تمام او الاستاتكس والديناميكس. الاستاتكس which concern the equilibrium of bodies under action of force. يبقى انا عندي الفورسز تمام البادي عندي بيأثر عليها مجموعه فورسز معينه، ولكن هذه الفورسز في حاله equilibrium. يعني ايه في حاله equilibrium؟ يعني ان البادي بتاعي يا اما at rest or move with a constant velocity. يبقى في الحاله دي يبقى الفورسز دي يا اما هي متزنه مع بعض فبالتالي مش عامله اي حركه للبادي فهو في حاله ريست واقف مكانه، يا اما بتاثر معاه وبتسبب له حركه ولكن مفيش اكسلريشن هو ماشي بسرعه ثابت، يبقى ده في حاله الاستاتيك برضه. الديناميك يبقى معنى كده العكس اللي هو concerned with the accelerated motion of body. accelerated motion of body يبقى في عندي forces بتأثر على البادي والبادي ده عامله له حركة، والحركة دي بيحصل فيها acceleration فبتتغير، وبالتالي ده بسميه علم الايه الديناميك. تمام. يبقى انا عندي الميكانيكس هو العلم الاساسي بينقسم او يندرج تحتيه علمين، علم الاستاتيكس وعلم الديناميك. هنتكلم عن some basic concepts مهمة لينا ونبدأ نفهم منها نعتمد عليها في حاجات كتير بعد كده. أول حاجة space. الـ space described by linear and angular measurement relative to coordinate system 2D أو 3D. يبقى الـ space هو الفراغ اللي حوالينا. لما عندي أي نقطة زي النقطة في الفراغ كده عايز أعبر عنها، فأنا عشان أعبر عنها محتاج coordinate system. يبقى عندي x y و z، عندي origin وعندي محاور معينة. فجأة أقول لو أنا اتحركت من ال origin ده لمسافة x كذا ومسافة y ومسافة z هوصل لل point الفلانية. يبقى أنا أقدر أعرف هذه ال point بهذا الشكل، ويمكن أعرف بـ ال point دي بطريقة مختلفة بالـ angular. يعني ايه بالزوايا؟ اجي اقول ان هو ان النقطه دي الخط بتاعها ده عامل زاويه بينها وبين الاكس واي قيمتها كذا، وزاويه بينها وبين الزد واي قيمته كذا، وزاويه بين الاكس زد كذا. يبقى اقدر اعرف النقطه دي بمجموعه زوايا ومسافه اللي هو radius بقى اللي هو الاو اكس ده او المسافه دي. يبقى ده الريديوس بتاع اكني باجي اقول يمكن اتصورها كده ان البوينت دي حاجه من الاثنين، يا اما هي واقعه على مستطيل او في كورنر في ريكتانجولر بهذا الشكل او ترابيزويدال بهذا الشكل سوري فهي في نقطه في كورنر تمام، وبالتالي انا بجيب الابعاد بتاعته، او ان هي موجوده نقطه على السيرفيس بتاع الكوره تمام بتاع سفير كده كوره، وانا عندي النقطه دي فاجي اقول بعبر عنها بمجموعه زوايا والريديوس بتاع الكوره دي عامله ازاي. دي وسيلتين ان انا اعمل ديسكريبشن لبوينت او لوكيشن في السبيس اللي انا بتكلم فيه. طيب التايم هو فاكتور مؤثر معايا في حاله ديناميك فقط، ولكن لو انا بتكلم عن حاجه في الاستاتيك حاجه ثابته كرسي موجود ترابيزة موجودة مبنى قائم، يبقى التايم ما بيأثرش معايا في حاجة في حتة الفورسز اللي عليه، فورسز واقفة ما بتحركش. طيب الماس اللي هي ايه الكتلة بتاعت الجسم is the quantity of matter in a body، كمية الماتيريال الموجودة، وبالتالي ده اللي بيفرقها بشكل قوي جدا عن الويت. في فرق كبير ما بين الماس والويت. الماس يبقى the quantity of the matter in a body كمية الماتيريال اللي موجودة عندك،
فبالتالي هي كمية الماتيريا دي مش هتتغير. لو انت موجود على الارض سافرت في الفضاء انت نفس الماتيريال بتاعتك موجودة، جسمك ده هو هو ما بتغيرش، ولكن الويت هو الفورس اللي بتأثر على الكتلة دي اللي هي الجاذبية بتاعتك، مدى مقدار الفورس اللي بتأثر عليه نتيجة الجاذبية الأرضية، وبالتالي الجاذبية دي بتختلف. تمام، فيبقى الويت مثلا حتى على سطح الكرة الأرضية، يعني تلاقي دلوقتي الدراسات تقول إن في اختلافات ولو بسيطة في عدد الجاذبية الأرضية باختلاف الأماكن. فأنت لو موجود في هنا مثلا يبقى ليك وزن معين، لو رحت القطب الشمالي يمكن يبقى فيه اختلاف في الوزن، لو سافرت على سطح القمر يبقى عندك الجاذبية سدس جاذبية الأرض، يبقى وزنك الإيه؟ السدس. يبقى بدل ما تعمل رجيم عشان تخس يبقى سافر القمر، أرخص يمكن أحسن وأسهل، وهتلاقي وزنك نزل الإيه؟ السدس مرة واحدة. تمام؟ فالويت يبقى إيه؟ مدى الفورس اللي بتأثر على الكتلة دي. طيب mass can also be thought of a measure of the inertia of a body. ايه ال inertia of a body دي؟ هو هنا بيعرفها لك which is its resistance to change of velocity، مقاومتها لتغيير السرعة. وده يمكن يبقى أقرب في الديناميك شوية عشان بنتكلم عن سرعة وحركة. يبقى الصورة اللي عندنا دي بتوضح لهذا الكلام، إن هذا الشخص راكب الموتوسيكل وماشي بسرعة معينة. تمام، فبالتالي سرعة الموتوسيكل وسرعة الجسم القائد الدرايفر تمام هي هي ماشية مفيش أي حاجة. وانس ان الموتوسايكل ده خبط في السور ده، فانتقلت سرعته من زي مثلا كان ماشي بسرعة 100 كيلو بير اور، فانتقلت من 100 كيلو بير اور للزيرو. تمام، بينما سرعة الجسم الدرايفر اللي راكبه لسه ماشية بسرعة 100 كيلو بير اور، وبالتالي الموتوسيكل وقف بينما الدرايفر ما زال بيتحرك، ده اللي خلاه يطير من الايه من الموتوسايكل بتاعه. وبالتالي هو ده هو ما قدرش يعمل تشينج للفلوسيتي بتاعه من ال 100 للايه للزيرو مثلا في حاله زي بتاعتنا. ودي نفس فكره الايه السيفتي بيلت، لو السيفتي بيلت الموجود في السيارات نفس الفكره، ان انت طول ما انت راكب جوه السيارة فانت ماشي جسمك بيتحرك بنفس سرعة السيارة، كتلتك بتتحرك بنفس سرعة السيارة. يبقى وانس ان في فورس خارجية أثرت على العربية تمام، يمكن تكون بريك يمكن تكون اكسنت قدر الله تمام، فالعربية بتقف ولكن still your body your mass تمام بتتحرك بالفلوستي بتاعتها، ما قدرتش تعمل change للفلوسيتي بتاعتها من السرعة اللي كانت ماشية بيها للزيرو بنفس الريت. وبالتالي بتلاقي نفسك انت بقى بتحاول تعوض الكلام ده انك تحط فورس خارجية تمنع هذا الكلام تمام، او تساعدك انك تنزل بسرعتك لغاية الزيرو. ايه الفورس الخارجية دي؟ هي السيفتي بيلت اللي انت بتحطه على جسمك يربطك وانس ان انت بدأت عايز تتحرك عن الكرسي بتاعك. تمام، وانس ان انت مش حاطط السيفتي بيلت هتلاقي نفسك طرت من العربية لا قدر الله وحصل هذه المشكلة. طيب من الاكسبريشنز برضو اللي عندنا فكرة البارتكل. البارتكل is a body of negligible dimension، يعني انا باخد حاجة صغيرة جدا وبقول ان البارتيكل ده يمكن يعبر عن حاجة كبيرة. تمام، او انا مثلا باجي اقول زي ما اخد عينة كده من حاجة وبعمل عليها دراسة وبقول ان العينة دي بتعبر عن البادي الكبير بتاعي. ومرات اعتبر ان البارتيكل برضو انا ما يهمنيش الدايمنشنز بتاعته، انا يهمني حركته، في زي الكلام ده في الديناميك مشهور قوي،
يعني سي مثلا انا بتكلم عن سيارة ماشية على طريق معين، وبدرس انا الطريق ودوران الطريق وميل الطريق وكده، ما يهمنيش الدايمنشن العربية. انا يمكن العربية بالنسبة للطريق عبارة عن نقطة، عبارة عن بارتكل، تمام؟ فانا يهمني سرعتها، يهمني اتجاهها، يهمني الاكسلريشن اللي هتمشي بيه وهكذا. يبقى انا في الحالة دي الدايمنشن از نيجليجبل، اي نوت امبورتنت فور مي. طيب الريجيد بودي، الريجيد بودي، a body is considered rigid, rigid when the change in distance between any two or of its points is negligible for the purpose at hand. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انا عندي اي حاجة، لو انا ماسك الموبايل كده، الموبايل ده لو جيت قست اي مسافة بين نقطتين، فجبت المسافة دي طلعت سي 15 سنتي، طيب يبقى الموبايل ده حطيته في جيبي، المسافة دي ستيل 15 سنتي، الموبايل ده وقع على الأرض ستيل 15 سنتي، الموبايل ده حركته من إيدي اليمين لإيدي الشمال فلسه 15 سنتي. يبقى كل الكلام ده أنا بتكلم إن الموبايل ده ريجيد بادي. ليه؟ لأن المسافات اللي موجودة عليه لا تتغير، بتتحرك as a one unit، مفيش أي change internal، تمام؟ يبقى في الحالة دي أنا بتعامل مع هذا البادي as a rigid body. يعني إيه rigid body؟ يعني مفيش أي change في ال distance between any points، تمام، موجودة على ال body بتاعه أو ال surface بتاعه، تمام، أو مش لازم surface، حتى internal، تمام. وبالتالي مثلا لو زي قلت أنا عندي فريم زي ده كده، تمام، يبقى أنا لو ال حطيت فورس من فوق بهذا الشكل وعملت deformation أو حصل حركة هنا، فلو الجزء اللي هنا دون الجردر اللي فوق ده أو الخط اللي فوق ده عبارة عن rigid body، يبقى مش هيحصل أي تغيير داخلي، يبقى المسافة اللي هي من الستارت للإند هي المسافة من الستارت والإند حتى after deformation، مفيش أي تغيير هيحصل، يبقى ده أعتبر إن هو rigid body، تمام؟ يبقى باختصار يبقى rigid body هو a body no change in a distance between any two of its points on it at all. تمام، يبقى بيتحرك as a one unit، بيتحرك ما بيتغيرش أي تغيير داخلي جواه. طيب من اهم بقى ال definitions اللي هتهمنا في شغلنا في هذا الكورس هو ال scalars وال vectors. ال scalars هي مجموعة يعني مجموعة معلومات معينة بيهمني فيها ال quantity أو ال magnitude، بيهمني فيها ال quantity أو ال magnitude، تمام. يعني زي مثلا الماس، ال density، الفوليوم، التايم، يعني يهمني كمية الحاجة دي، انت عدى قد وقت قد ايه، الفوليوم بتاع البوكس ده قد ايه، الماس قد ايه، تمام. يبقى انا ما يهمنيش هنا اتجاهات، ما يهمنيش dimensions، ما يهمني بيهمني magnitude معين، كمية معينة، كم معين انا محتاجه. الفيكتورز associated with حاجتين، الماجنتيود والدايركشن، يبقى انا محتاج ان انا اعرف الاثنين، اعرف الفورس، الفورس دي قيمتها كام واتجاهها في انهي اتجاه، يبقى بعرف الفيكتور بحاجتين، ماجنتيود وايه ودايركشن، تمام. يبقى الفورس الديسبليسمنت برضو محتاج اعرف هي فانت ماشي هتمشي مسافة في أنهي اتجاه، يبقى في فرق بين الـ هنا الديسبليس، الـ velocity نفس الكلام، الـ acceleration، يبقى دي كلها vectors. يبقى vectors يعني ايه الفرق بين الـ vector والـ scalar؟ الـ vector عبارة عن item معين بعرفه بحاجتين أو associated with magnitude و direction.
طيب عشان اعبر عن الفيكتور اكتب عليه ايه، اقول مثلا بيتعبر عنه ازاي، حاجه من الاثنين تمام. في الكتابه اللي موجوده في الكتاب هتلاقي ان الفيكتور بيتكتب ببولد تكست بهذا الشكل، بولد تكست تمام. طيب طب انا مش بحل في الامتحان او بعمل هوم وورك، هعمل بولد ومش بولد ازاي؟ تمام، ففي الحاله دي انا بكتب الرمز بتاع الفيكتور وبحطه في ايه، سهم صغير زي ده كده، بقول ان عندي سهم فوقيه بهذا الشكل، يبقى احط فوق الفي دي سهم، يبقى هو ده فيكتور اسمه في. طب عايز اقول الماجنيتيود بتاع الفيكتور اللي اسمه في، روح عامل خطين كده جنبيه، يبقى هو ده الماجنيتيود بتاع الفيكتور اللي اسمه في. تاني الكلام ده عشان يبقى الكلام ده هتتحاسب عليه بعد كده في الكتابة. يبقى انا دلوقتي الكتاب عندي بيعبر عن الفيكتور والماجنيتيود بحاجتين، الفيكتور بياخده بولد تمام، يعني خط كاتبه بخط تقيل تمام، والماجنتيود نفس الحرف ولكن بيبقى عامله ايتاليك مايل ومش بولد. ده ايه؟ ده اساسا هو تكست بوك تمام. طيب انا مش عايز احل بقى هاند رايتنج، هعملها ازاي؟ اعبر عن الفيكتور ازاي واعبر عن الماجنتيود ازاي؟ لو عايز اعبر عن الفيكتور بكتب الحرف بتاعه زي ده كده بالظبط، بكتب الحرف بتاعه فوقيه سهم فقط، بده كده فيكتور اسمه في. طيب الماجنتيود هو احط بقى الخطين اللي على الجنب دول، يبقى ده لما اشوف المنظر ده يبقى معنى كده الماجنتيود اوف فيكتور في ايكوال كذا، ماجنتيود اوف فيكتور في ايكوال كذا. واضح؟ مهم النقطة دي مهمة جدا. طيب يبقى معنى كده ان السكيلر ملوش اتجاه، ملوش اتجاه، وبالتالي انا عندي رقم فاليو معين وخلاص. بينما الفيكتور لو قلت ان عندي في في وفي ماينس في، لا ده في ماينس في معناها ان مش الفاليو هي اللي بالنيجاتيف، لا ان معنى كان ان الفيكتور ده في عكس اتجاهه، يبقى الاشاره هنا بتعبر عن الدايركشن، هل هو بوزيتيف ولا نيجاتيف، ماشي في اتجاه بوزيتيف اكس ولا ماينس اكس، ماشي في اتجاه بوزيتيف واي او ماينس واي، او اني دايركشن. يبقى انا بتكلم لو انا بقول عندي في وبعد كده في ماينس في، يبقى ماينس في ده عباره عن نفس الفي كماجنتيود ولكن ان ذا اوبوزيت دايركشن تمام. يبقى هو مكتوب عندنا اهي، يبقى لو فيكتور يبقى انا بكتبه في كده وفي ايه ايه سهم، ناكد على المعلومتين. يبقى الدايركشن هعبر عن الدايركشن ازاي؟ هقول ان هو عامل زاوية معينة او ماشي في اتجاه معين، يعبر عن الاتجاه الخط ده بالانجل بتاعتي اللي موجودة بقيمتها، او لو هو موازي لاحد المحاور الاساسية اكس واي زد زي ما هنعرف، يبقى اقدر اعبر عنه بالدايركشن بتاع اكس او واي او زد. او ما كانش يبقى انا اقدر اقول ان الماجنيتيود بتاعه كذا وعامل زاوية قيمتها ثيتا في الدايركشن الفلاني. طيب الفيكتورز عندنا يمكن نعملها كلاسيفيكيشن ل 3 كاتيجوري. في عندي حاجة اسمها الفيكسد فيكتور. الفيكسد فيكتور its action is associated with unique point of application، في عندي نقطة معينة بأثر بيها بالفيكتور الفلاني. لو اتكلمت مثلا ان الفيكتور ده بيعبر عن فورس مثلا، فأنا عندي فورس بتأثر عند البوينت الفلانية، وبالتالي يبقى عشان أعرف الفيكسد فيكتور described by three information magnitude
ودايركشن وبوينت اوف ابلكيشن، ماجنتيود ودايركشن وبوينت اوف ابلكيشن. يبقى انا لازم عشان ده فيكسد فيكتور انا محتاج احدد هو بيأثر في اني بوينت بالظبط. طيب النوع الثاني عندي سلايدنج فيكتور. سلايدنج فيكتور هاز يونيك لاين اوف اكشن. يبقى ده الاولاني كان عنده بوينت اوف ابلكيشن او بوينت اوف اكشن، تمام. انا عندي هنا لاين اوف اكشن بيأثر على طول خط معين. يبقى حطيت الفيكتور ده في اي بوينت على اللاين ده يبقى نفس الايفكت هو هو، نفس الايفكت هو هو، تمام. يبقى has a unique line of action in space but not a unique point of application. يبقى ايهمنيش any point، ولكن اي بوينت على نفس اللاين اوف اكشن تديني نفس الايفكت على البادي بتاعي. يبقى in that case this يبقى الايه السلايدنج فيكتور is described by magnitude و direction و line of action. line of action. طيب الفري فيكتور، الفري فيكتور واضح من اسمه ان هو فري، يبقى انا not confined with لا بوينت ولا لاين، اقدر احركه في اي مكان، تمام. ولكن احركه وانا محافظ على حاجتين، ماجنتيود ودايركشن. ماجنتيود ودايركشن يعني معنى كده ان السهم بتاعي او الفيكتور بتاعي هحط ليه زي موازيات، تمام. اقدر احطه في اي مكان، موازي ليه في اي مكان بنفس الماجنتيود ونفس الدايركشن يعني نفس الميل بتاعه، تمام. اي لاين او اي فيكتور بارلل، تمام، بنفس الماجنتيود ونفس الدايركشن يبقى خلاص الاثنين كل ده بيمثل نفس الايه الفيكتور. يبقى عندي 3 كلاسيفيكيشن او اشكال للفيكتورز. فيكسد يبقى بيعرف بيه 3 انفورميشن، ماجنتيود ودايركشن وبوينت اوف ابلكيشن. بينما السلايدنج، تمام، يهمني ماجنتيود والدايركشن واللاين اوف اكشن، وده هنستعمله كتير قوي في شغلنا موضوع السلايدنج فيكتور. والفري فيكتور اللي هو not confined or associated with a unique line or any space هو فري تماما، described only by magnitude و direction. طيب عشان يبقى خلصنا البوينت دي، يبقى انا لو عندي body بهذا الشكل، لو الفورس بتاعتي هنا بأثر عندي فيكتور اسمه F بيأثر على البادي بتاعي. طيب يبقى احنا لو عندنا تو بادي كده وعندنا تو فورسز بهذا الشكل، امتى اقول ان ده فيكسد فيكتور ولا سلايدنج فيكتور ولا فري فيكتور؟ الكلام بيعتمد على الافكت. الافكت يعني ايه الافكت؟ يعني انا لو غيرت البوينت اوف ابلكيشن للفورس دي، هل التأثير اللي على البادي بتاعي هيتغير ولا لا؟ لو اتغير يبقى ده مش فيكسد، تمام. يبقى معنى كده ان هو يبقى سوري يبقى ده فيكسد، يبقى معنى كده هو مرتبط بالبوينت. يبقى لو انا غيرت البوينت هيحصل لي افكت جديد، تمام. ويبقى معنى كده ان انا لو عايز احافظ على الافكت ده لازم يبقى البوينت الفلانيه هي دي البوينت اوف ابلكيشن للفورس او الفيكتور بتاعي. يبقى مثلا عندي مثال زي ده، لو انا حطيت فورس في البوينت اللي فوق دي يمكن تعمل لو حطيت الفورس في البوينت اللي فوق دي يمكن تعمل اوفر تيرنينج للبادي ده، تقلبه بهذا الشكل. ولكن وانس ان انا حطيت الفورس دي تحت يمكن الفورس دي تخليه يتقلب بالعكس في الاتجاه التاني، معنى كان ان الافكت اختلف. فبالتالي الفيكتور ده مش فيكسد، تمام. يبقى هنا البوينت هنا مهمة جدا، البوينت هنا مهمة جدا. وانس ان انا غيرت مكانها يبقى التاني افكت مختلف تماما. ده الحالة دي هتساوي في الحالة دي، يبقى ده
لو انا بتعامل عايز الافكت ده يبقى لازم التزم بالبوينت دي، عايز الافكت ده لازم التزم بالبوينت اللي هنا. تمام. طيب يبقى هنا البوينت اوف اكشن ايه مهمه، او البوينت اوف ابلكيشن مهمه جدا. طيب لو نفس الكلام بقى هنا، جيت رحت انا حطيت الفورس فوق بهذا الشكل، طيب اداني الافكت الفلاني او الاكسترنال افكت اللي انا محتاجه. طب حطيتها قدام شويه، حطيتها في الاخر على نفس اللاين، هلاقي ان نفس الافكت هو هو. يبقى ذا اكسترنال consequence of these two forces will be the same if in لو الكلام ده يتحقق امتى؟ لو عندي rigid body. يبقى لو البادي بتاعي ده rigid body زي ما كنا لسه معرفينه من شويه، تمام، يبقى اللاين اوف اكشن بتاعي هو المهم وليس البوينت اوف ابلكيشن. يبقى انا بأثر عند اي نقطه على اللاين بتاعي، يبقى بالتالي الكلام ده ما يفرقش البوينت ويهمني اللاين امتى، بيتواجد في حاله الايه الريجيد بادي، في حاله الريجيد بادي. يبقى لو عندي يبقى الفيكسد فيكتور فورس اون نون ريجيد بادي، دايما الفيكسد مرتبط ب بوينت معينه على نون ريجيد بادي. السلايدنج فيكتور لا، انا يهمني ان في الحاله دي يهمني اللاين اوف اكشن، وبالتالي ده ابلايد في حاله الايه الريجيد بادي، يبقى ما يهمنيش زي ما انت شايف كده، يهمنيش الفورس حطيتها هنا حطيتها هنا هيديني نفس الافكت، هو هو مش هيتغير. تمام. يبقى اللاين اوف اكشن هو يهمني. الفري فيكتور يبقى ما يهمنيش، زي مثلا لو انا بقول ان انا بلف حوالين محور معين، تمام، او بلف حوالين اتجاه معين، فما يهمنيش هو فين، حطيته هنا حطيته هنا حطيته هنا، يبقى انا بتكلم ان انا بلف حوالين زد اتجاه طالع لفوق. تمام. مكانه فين ما يهمنيش. تمام. هل لي بوينت معينة بيأثر فيه؟ لا، at any point، مهم ان هو متجه لهذا الاتجاه بالقيمة الفلانية او بالماجنتيود الفلاني. يبقى اتمنى ان السلايد دي تكون وضحت بشكل كبير موضوع الفيكسد فيكتور والسلايدنج فيكتور والفري فيكتور. يبقى الفيكسد فيكتور دايما مرتبط بالنون ريجيد بوديز، السلايدنج فيكتور مرتبط بقوة بالريجيد بوديز، وبالتالي هنا ما يهمنيش اللاين اوف اكشن، ولكن بيهمني ال سوري ما يهمنيش البوينت، بيهمني اللاين اوف اكشن. والفري يبقى واضح ان هو مش مرتبط لا بلاين ولا ب بوينت، هو بيعرف بالديفولت بتاعنا اللي هو دايركشن وماجنتيود فقط لا غير. تمام. نكتفي بهذا القدر المرة دي، خلينا كده محاضرة خفيفة كده في البداية، و إن شاء الله المحاضرة الجاية نبدأ نستكمل معانا موضوعات جديدة. عندنا يعني حاجات كده مراجعة على حاجات قديمة زي نيوتن لوز، أكيد أنتوا درستوها قبل كده في الفيزيكس كذا مرة، لكن بس إيه مرورا سريعا عليها مع بعض. هنتكلم عن باراليلوجرام، هنتكلم عن برنسبل أوف ترانسميسيبيليتي المرة الجاية إن شاء الله. أتمنى تكون المحاضرة واضحة، ناس تسجل في موقع الكورس إن شاء الله، يبعت لكم كل سلايدز مع المحاضرات إن شاء الله. وما تنساش دايما دايما بأكد على الطلبة، دايما اقرا من التكست بوك، عايزك تتعود ان انت تمسك تكست بوك وتقرا وتشوف اسلوب الرايتر كاتبه ازاي. طبعا هو مهما كان السلايدز هي بتبقى تختصر محتوى الكتاب، ولكن عايزك تقرا باسهاب شويه من المؤلف. اتمنى ليكوا عام دراسي سعيد، ولو اي اسئله ممكن تبعتها لي في أي وقت، وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.